بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، ورب الخلائق الأجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بما فيه إصلاح الإسلام والمسلمين، ونهى عما فيه إفساد الإسلام والمسلمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن هناك نمامين يفسدون المجتمع ويخرشون بين الناس، قد حذرنا الله تعالى منهم بقوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. وهناك مغتابون همهم أكل لحوم الناس والحديث عنهم في المجالس، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه اتقوا الله إن الله تواب رحيم. هناك شائعات تروج، وأكاذيب تلفق من أناس همهم إفساد المجتمع. وواجب المسلم نحو هذه الشائعات أن يتثبت قبل أن يتكلم بها أو ينقلها. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وسبب نزول الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل شخصا إلى قبيلة ليأتي بزكاتها، وكان بينه وبين القبيلة شيء من النفرة والبغضاء، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنهم منعوا الزكاة وأبوا أن يدفعوها إلي. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم، أنزل الله جل وعلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم من يتثبت، فوجد هذا الرجل كاذبا عليهم، وأنهم قد جمعوا زكواتهم وهيئوها ينتظرون من يأتيهم لقبضها. فعند ذلك افتضحت القصة والقضية، وسلم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من معاقبة هؤلاء المكذوب عليهم. وهذا شيء يتكرر إلى أن تقوم الساعة، هناك من ينقلون الأخبار الكاذبة من أجل إفساد
المجتمع ومن أجل تحريض المسلمين بعضهم على بعض. فالواجب على المسلم أن يتثبت في هذه الأمور وأن يحفظ لسانه عن التفوه بها. قال الله سبحانه وتعالى: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أما إذا ثبت الخبر فلا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يتعلق بفرد من الناس، فهذا يناصح مناصحة سرية دون أن يشاع عنه في المجالس أو يتحدث عنه في المجالس، فإن هذه غيبة ولو كان هذا الأمر ثابتا. قال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه ما نقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أما إذا كان الأمر يتعلق بالأمور العامة وسياسة الدولة ومصالح المسلمين فإنه يجب، فإن هذا يكون علاجه عند ولي الأمر وعند أهل الحل والعقد، ولا يتدخل فيه الغوغاء وعامة الناس، بل يكون هذا علاجه عند أولي الأمر. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ردوه إلى الرسول في حياته عليه الصلاة والسلام وإلى أولي الأمر من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعالجوه، لأن هذا من شؤونهم، لأن الله وكل إليهم أمور الرعية وجلب ما ينفع الرعية ودفع ما يضرها، فلا يجوز أن يتدخل في هذا العامة والغوغاء، لأن تدخلهم فيه لا يجدي شيئا وإنما ينشر الرعب بين المسلمين والتخويف بين المسلمين. وإننا في ظل هذه الأحداث التي نعيشها الآن ظهر أناس همهم القيل والقال والبحث في هذه الأمور، فصار منهم من يصدر الفتاوى وهو ليس من أهل الفتوى، ومنهم من يصدر البيانات ولم يخول إليه إصدار البيانات، وإنما الفتوى وإصدار البيانات من شأن أهل العلم وولاة الأمور. أما هؤلاء الغوغاء والدهمة فإنما هم مفتاتون على ولي الأمر، وعملهم هذا إفساد محض لا خير فيه، لأنه لا ينكأ صيدا ولا يقتل عدوا، وإنما هو قيل وقال وترويع للناس وتدخل فيما لا يعنيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لأنه إذا تدخل فيما لا يعنيه كان فساداً محضاً أو فساداً راجحاً لا يجدي شيئاً. إنما واجب المسلمين نحو هذا الأمر أن يكثروا من الدعاء، أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يفرج عن المسلمين ما ألم بهم، أن يفرج عن المسلمين ما ألم بهم،
وأن يدعو لولاة الأمور بالتوفيق إلى العلاج الناجح الذي فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ثم واجب المسلمين أيضاً إصلاح أنفسهم وتفقد أحوالهم، فإنهم ما أصيبوا إلا بسبب ذنوبهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. لكن أكثر الناس لا يلتفتون إلى أنفسهم ومحاسبة أنفسهم، وإنما يشتغلون بغيرهم ويحملون هذا الأمر غيرهم، وكأنهم هم لم يفعلوا شيئا، وكأنهم ملائكة، كأنهم معصومون، لا يلتفتون إلى أن سبب هذا الأمر من قبل أنفسهم، فيتوبون إلى الله عز وجل ويصلحون وضعهم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيما بينهم، كل بحسب استطاعته ومقدرته. هذا هو واجب المسلمين نحو هذه الحوادث الملمة التي تقع للمسلمين. واجبهم أن يهتموا بأمورهم وأن يصلحوا ما بينهم ويصلحوا ما بأنفسهم. إن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فإذا كانوا يريدون أن تزول عنهم هذه الأمة فليرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويصلحوا أنفسهم ويصلحوا بيوتهم وعوائلهم حتى تنزل عليهم رحمة الله سبحانه وتعالى، وحتى يكف الله عنهم بأس الذين كفروا. الله أشد بأسا وأشد تنكيلا، ولكن إذا عصاه من يعرفه سلط الله عليه من لا يعرفه، نسأل الله العافية. فعلى المسلمين أن يعوا هذه الأمور وهذه الأحداث، وأن لا يدخلوا في أشياء ليست من اختصاصهم، ولا تزيد الأمر إلا شرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتقم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه سلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتحفظوا من ألسنتكم، فإن ألسنتكم فإن خصائد ألسنتكم خطيرة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه ما يقربه إلى الجنة وينجيه من النار من الأعمال الصالحة، أشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه فقال: كف عليك هذا. قال معاذ رضي الله عنه: وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال على وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وآفات اللسان خطيرة. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني اللسان، من يضمن لي ما بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه وأن لا يتكلم إلا بما فيه خير له وللمسلمين، وأن يكف عن الكلام الذي لا يجدي أو يؤثم. فقد جاء في الحديث الصحيح أن الأعضاء تكفر اللسان كل يوم، يعني تعظه وتذكره وتقول له: اتق الله، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وقد قال الله جل وعلا: ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأقواله تكتب وتحصى ويحاسب عليها. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يتق الله فقد فاز فوزا. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاحفظوا ألسنتكم فإنها خطر. اللسان يتكلم بالغيبة، يتكلم بالنميمة، يتكلم بالشتم، يتكلم بالسب، يتكلم باللعن، يتكلم بالكذب، وكل هذه الأمور يرجع وبالها على صاحبها، فيحمل الإنسان نفسه ما لا يطيق. قال رجل من بني إسرائيل لما رأى رجلاً على المعصية، قال: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي، أن يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث: تكلم بكلمة أفسدت عليه دنياه وآخرته. وفي الحديث الصحيح إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم نتكلم وكم نقول. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القيل والقال، وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أو كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فعلى الإنسان أن يمسك لسانه ولو سمع شيئا من الشائعات، فإنه يمسك لسانه ولا يدخل فيه ولا يتكلم به،
لأنه لا مصلحة له ولا مصلحة للناس في هذه الأمور. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، وقولوا للناس حسنا، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، من شد في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك، ويريدون أن يغيروا أحكامك، ويريدون أن يتسلطوا على بلاد المسلمين وعلى دين المسلمين. اللهم سلط عليهم من ليس في حسبانهم، اللهم أفسد شأنهم، اللهم خيب مسعاهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم أضعف قوتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم سلط بعضهم على بعض، واشغلهم بأنفسهم عن المسلمين، اللهم أبعدهم عن بلاد المسلمين، اللهم كف جيوشهم عن بلاد المسلمين، اللهم ردهم خائبين خاسرين، اللهم ألق الرعب في قلوبهم والفشل في أعمالهم، اللهم أفسد خططهم ونواياهم، اللهم اكف المسلمين شرهم، اللهم كف بأس الذين كفروا، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير، أنت ملجأنا وملاذنا ومعادنا، لا ملجأ لنا من منك إلا إليك يا سميع الدعاء. ربنا تقبل منا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم أعنهم على ما هم فيه من حل هذه المشكلات والمعضلات، اللهم دلهم على طريق الصواب، اللهم دلهم على الحق، اللهم أعنهم وأيدهم وسددهم، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح جميع ولاة أمور المسلمين في كل مكان، واحفظ أوطانهم وأدو دينهم من الأعداء والكافرين، إنك على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بسيئاتنا، واغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.